نرحب بحضراتكم مرة تانية. بما أن احنا بنقترب على احتفالنا بالذكرى الخمسين لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، الحقيقة وإحنا بنتكلم على هذا الانتصار العظيم كان من ضمن أهم معايير هذا الانتصار أو من أحد أهم أسبابها هي خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر 1973 اللي وضعها الرئيس الراحل أنور السادات، اللي تم تنفيذها بأداء عالي جدا لخداع العدو. الخطة نجحت في إخفاء نية الهجوم ورسخت قناعة عند العدو بأن مصر لن تحارب. ده كان في الوقت اللي كانت فيه استعدادات مصر قد اكتملت بالفعل للحرب بكل تأكيد. وزي ما نبينا علمنا أن الحرب خدعة. يعني إيه الحرب خدعة؟ أنت تقدر تخدع أعدائك وتقدر تغدر بيهم، وده جائز شرعا في حالة الحروب لإلحاق أكبر الخسائر بيهم وتقليل الخسائر كمان في جانب قواتنا، وده اللي بالفعل اللي حصل من خلال خطة الخداع الاستراتيجي، الخطة الأكبر عبر تاريخ الإنسانية، أكبر خطة خداع استراتيجي وضعت من رجل سياسي أو عسكري في تاريخ الإنسانية كلها. هذه الخطة بتدرس حتى الآن في الكليات العسكرية طبعا باعتبارها أحد النماذج الناجحة في خطط الخداع للعدو. لكن إزاي تم تنفيذ هذا الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر 73؟ كيفية إدارة هذه الخطة بهذا الذكاء ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال فقرتنا مع اللواء الدكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة وأستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا اللي منورنا. يا سيادة اللواء صباح الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدين في كل مكان. أهلا بك يا فندم، احنا دايما بنتشرف بسيادتك، وأعتقد أن دي ذكرى ومناسبة مهمة جدا للحديث عن هذا الموضوع، خطة الخداع الاستراتيجي. في البداية إزاي تم وضع هذه الخطة ومتى تم وضعها؟ تمام. في البداية أنا ليه كنت محتاج لخطة خداع؟ يمكن اللي في ناس كتير ما تعرفوش نظرا لصغر حجم إسرائيل، متخيلين أن إسرائيل كانت أقل منا عددا وعتادا في الحرب. لا، ده في الحرب كانت متفوقة علينا عددا من ناحية الكم ومن ناحية الكيف كمان. يعني كان عندها أسلحة أكتر منا، وعندها نفس الأسلحة الكيف بتاعها متفوق عنا. وهدي مثل في حاجة واحدة بس، القوات الجوية احنا كنا نمتلك 300 طائرة، سوريا كانت تمتلك 200 طيارة. الطيارة بتاعتنا السيدة او اقوى طائرة عندنا الميج 21، هو كان يمتلك 500 طائرة. 500 طائرة الطيارة برضو السيدة فيها اللي هي الفانتوم. الفانتوم فنيا تساوي 4 طائرات ميج 21. شوف الفرق قد ايه. اول حاجة كمان انت عندك لكل طيارة بالكاد طيار واحد، هو عنده لكل طيارة 2 لـ3 طيار. شوف الفرق شكله ايه، متفوق. يكفي خط كمان على حمل الصواريخ وغيرها، يكفي خط بارليف لوحده، ده مفيش خط في التاريخ اتعمل زيه حقيقه يعني. فمن هنا انت كان لازم تعمل حاجه تعوض هذا التفوق العددي والكيف بتاعه. طب نعمل ايه؟ عندنا مبادئ الحرب رائعه بس اللي يطبقها. طب انا هاجي دلوقتي عندي مبدئين مهمين جدا، هم دول اللي ممكن يأثروا على سير العمليات ويؤثروا على قدرة العدو. مبدأ المفاجأة ثم المبادئة. طيب المفاجأة عبارة عن 4 أضلاع معروفين، أهاجم في توقيت غير متوقع، في مكان غير متوقع، بسلاح غير متوقع، وبأسلوب غير متوقع. طب أنفذ الأربعة دول إزاي وأنا كل اللي بينه وبينه 200 متر، ده هو شايفني، كل حاجة عندي شايفها. تمام. وفي سوريا نفس الكلام، هم في الجولان كده السوريين تحتيهم، فمكشوفين مكشوفين كل حاجه هم شايفينها. يبقى ملهاش حل غير ان انا ازود اضلاع المفاجاه دي ضلع خامس اللي هو قالته دلوقتي. ايه هو بقى اللي هو؟ ان العدو يشوف كل ده وما يصدقوش، واخد بال حضرتك؟ ف مين بقى أكبر راس زي ما اتكلمتوا انتوا وقلتوا السادات رحمة الله عليه؟ هو السادات ده القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما بيقعدش كده ويخطط ويعمل خطط، مع أنه هو كان أحد عناصر تنفيذ هذه الخطة، كان ليه دور هو كرئيس طبعاً. دولة، إنما يكفي أنه هو يدي توجيه. وعشان أعمل خطة خداع بقى تتسلسل من مستوى الاستراتيجي اللي هو على مستوى الدولة، المستوى التعبوي، مستوى الجبهة، للمستوى التكتيكي، مستوى الفرد، طيب لازم يبقى فيه تنسيق على أعلى مستوى ودراسة بمنتهى الدقة، عشان أقدر، لأن ممكن أنت تعمل حاجة حد تاني يعمل حاجة تانية
يضيع كل اللي انت عملته ده، سواء عندك او عند سوريا او ايا من كان. فبدأت القصة عشان ما يصدقوش خالص برئيس الجمهورية نفسه. أول حاجة زي ما سمعنا عامل حسم، ويجوا قدام في الإعلام كله وهذا العام عامل حسم وهنحسم، فيش. يطلع يجي العام اللي بعده يطلع عام الضباب. دي قصة. ده إحنا من سنة 69، من سنة 69 مباشرة بنعمل كل سنة مناورة زي مناورة الحرب دي. بس حتى ما كانش عندنا لا طيارات ولا دبابات ولا أسلحة يعني تساوي. يعني أنا مثلا عشان أهجم بقول إيه نظريا كده، بقول أنا لازم أتفوق على أبعاده بنسبة 3-1. طب أنا ما عنديش هذا التفوق. فكنا بنفترض هذا التفوق نظريا على الورق وننفذ الإيه التدريبات دي كل سنة، نعمل في نفس الميعاد 69 70 71 72. خلاص هو اتعود ان احنا بنعمل الكلام ده. ولما جه السادات بقى ايه ابتدى بعام الحسم والعام الضباب، قصة. لا ده عشان بقى يعني يعملها اكتر، راح باعت مستشار الامن القومي بتاعه لكيسنجر وفهمه ان الروس دول ولاد 60 في 70 ومش هيخلونا نحارب، وانا حارب منين وما عنديش سلاح هجومي وما عنديش وما عنديش، ويعني ايه رايح يقول له يعني ونبي اي حاجه من عندك اعمل لنا اي حاجه. ده ما هو اصعب وادق. الخطه اللي عملها اللي فاتت على اسرائيل وعلى الكل بيحاولوا يكذبوا او باي شكل، ما اشرف مروان صحيح. اشرف مروان ملوش علاقه بالمخابرات العامه خالص، ده بينه وبين الرئيس. الرئيس قال له هتعمل ايه، 1 2 3، ما فيش مخلوق يعرف غيرهم هما الاثنين، والرئيس في دماغه حاجه تانية بيلعبها مع حد تاني. فمن هنا بقى السادات هو بتاع ايه، ما تصدقوش، لا مش هيحصل. يعني الناس دي بتتدرب وممكن الناس دي كلها تاخد الاوامر دي كلها، انما ما ده الراس الكبيره اللي يدي القرار مش هيحارب، لانه هو مش جاهز على الارض ونفسيا ده جاي يشتكي له بيقول لي ساعدني باي شكل من الاشكال. فمن هنا بدات ايه من الراس الخداع الاستراتيجي. نيجي بقى للمستوى الثاني، وانا عشان انفذ حرب في حاجات كتير بقى اللي هنفذها على الارض، منها التصرف مع خط بارليف ده، مع هذا المانع اللي ما فيش زيه في التاريخ. صحيح. يعني لما يجي بارليف اللي هو اللي سمى الخط باسمه ويقول لك ايه، انا عملنا بنينا هذا الخط بالتكنولوجيا تسبق مصر ب50 سنة، واحنا هنحافظ على الفاصل ده على طول. طب اعمل له ايه ده، يعني محتاج بقى تكنولوجي، وفي الغرب يقول لك لازم قنبله نوويه اذا كانت مصر عايزه تتغلب على الخط ده. لان مفيش اي اسلحه تقليديه ممكن تعمل فيه حاجه. طب هتعمل ايه، هو ده العقل المصري بقى. انت متخيل ان انا هستنى 50 سنة؟ لا ده انا هرجع 5000 سنة. ما جدودنا كانوا بيفتتوا الصخر بايه، بالميه. صحيح صحيح، الصخر مش الرمل. عندنا تجربه كمان من السد العالي، فما بالك بالرمل ده، واخد بال حضرتك؟ ده فكرة خدها الضابط المصري، قالك كنا في قناة السويس في السد العالي لما بنيجي نغسل الطريق، عايزين ننظف الرمل من على الطريق الأسفلت بخرطوم مية. طب من خرطوم مية ونعمله مواصفات مية، حتى عملية خرطيم المية دي انت عايز تجيب مضخات لها قوة معينة. صحيح. طب تجيبها ازاي، تجيبها على حساب نجال المطافي. طب عايز تجيب مضخات ترمبات اعماق عشان تدي ضغط كبير، تجيبها لصالح وزاره الري اللي هتعمل بيها مش عارف مين. والقذافي يجيب لنا حاجه، ودوله تانية تجيب لنا حاجه، وكل واحد بيجيب. صحيح. وفي الاخر انا بجمع. طيب مثلا حاجه تانية، ما انا عشان انا اقوم بحرب بيحصل عندي نسبه جرحى ونسبه خساير، ولازم في عندي مستشفيات مستعده لاستقبال الناس دي. صحيح. المستشفيات العسكريه مش هتكفي الخسائر والاخلاء اللي هيتم. فلازم في الحالات دي بعمل تعبئه للقطاع المدني، تعبئه المستشفيات. طب لازم افضي المستشفيات، مش هاجي ساعه الحرب ما تقوم واحد عامل عمليه او واحد نايم عنده مش عارف ايه واقول له قوم اطلعه بره عشان اجيب واحد جريح حرب. طلعت لجنه من وزاره الصحه تفتش على مستشفى الدمرداش، وده في فيروس معين وحاجه، كان تيتانوس تقريبا. نعم تيتانوس. يعني ولازم نخلي المستشفى. ولازم نخلي والوزير بقى طلع يعني عشان الراجل ده وطني قال لك لازم كل المستشفيات تطهر. حاجه اهو يعني ما حدش قال حاجه.
كل واحد كل ده كنا بننشره بقى في وسائل الاعلام والصحف كل ده على طول عشان يوصل لهم. ده مش كده وبس، ده انت رحت جاي فاتح العمره للضباط، والعمره دي تبتدي امتى؟ من يوم 6 اكتوبر او من لحد يوم 10 اكتوبر. الناس هتسال وفين احنا، الناس بدات والدورات الرمضانيه كمان العمره، العمره بتاع ما احنا كنا في رمضان صحيح، واخده بال حضرتك؟ ف مش كده، ده في حاجات تانية. انت استدعيت الاحتياطي، ما هو دايما بنستدعي في اي مناوره بتستدعي الجنود الاحتياطي عشان يعد يسد الخسائر اللي عندك او العجز اللي عندك، تبقى نسبه الاستكمال 100% واكثر كمان. قبل ليله الهجوم او قبلها بليلتين مليت محطات السكه الحديد، رحت مسرح جزء من الناس. فالناس نازله تلاقي محطات الاتوبيسات وكل واحده، احنا خلاص ده احنا خلصنا ونازلين، خلصنا المناوره ونازلين. هو طبعا لقى يوم في كل حته، فانت عمال تقنعه. ده جه كمان وزير الدفاع الروماني عايز يجي يزورنا، والراجل قال لك انا هاجي يوم 6 اكتوبر. ده انت يعني ما تقدرش تقول له لا، خيرك اهلا بيه. طبعا لا، ده هو جايك اهلا وسهلا تشرف، ما هو على مهيئ بيشاركنا في الخطه كمان. ايوه واخد بالك. فانت ايه كل ده انت عمال تجمع على المستوى التكتيكي بقى؟ لا، في ضباط شغاله حلقه خليه نحل شغاله عماله بتحسب بالدقيقه وبالثانيه ساعه العبور. ده بقى سؤال حضرتك اللي جاي، يعني هو ما فيش نقطه واحده في التخطيط لحرب اكتوبر كانت ملهاش سبب؟ فكره اختيار 6 اكتوبر وكان كمان شهر رمضان، عشان من رمضان، سبب اختيار اليوم ده تحديدا ليه؟ تمام، ما انا ده اللي بقول لك عليه. الضابط احد ضباط العمليات في هيئه العمليات بقى في فرع التخطيط قاعد يدرس ايه هو انسب شهر. لقينا ان انسب شهر هو شهر اكتوبر. ليه؟ احنا بالنسبه لنا حاله الجو بالنسبه لسوريا بالذات لو استنت عن كده هيخشوا في ايه؟ في فتره الجليد بقى اللي هتكون، ومرتفعات الجولان بيبقى فيها جليد، فكان لازم ايه هو ده شهر اكتوبر. طيب اليوم من السنه، اليوم من السنه ده بقى ايه؟ بالنسبه لاسرائيل طلع يوم الغفران، عيد الغفران عندهم، ويبقى ده اوف داي، بيبقوا قافلين. طيب. مفيش إذاعة، مفيش أي شيء، مفيش أي حاجة خالص، حتى لو عايز يعمل استدعاء مفيش استدعاء. دي حاجة. إحنا عندنا في اليوم ده 10 رمضان بيبقى القمر يعني ظاهر شوية، واخد بال حضرتك، في نسبة إضاءة، وخاصة إن أنا عايز أعمل إيه؟ ينور بالليل، وقت معظمه هجوم ليلي. دي حاجة. طيب أدي دي اختيار الساعة كمان يا فندم، الساعة 2 الظهر. الساعة 2 الظهر أنا لو هجمت الصبح الشمس هتبقى في عينيا، لو هجمت اخر ضوء هتبقى في عينين السوريين. طب ناخد حل وسط، هو الساعه 2 الظهر، لا الشمس لا في عيني ولا في عين السوريين. الحاجه الثانيه اللي الاشد من كده، عندي قناه السويس اتجاه التيار مش ثابت في اتجاه واحد، ده كل 6 ساعات من الشمال للجنوب وست ساعات من الجنوب للشمال. كل ده كان في دراسه على اعلى مستوى، وكل واحد بيدرس بطريقته. حتى بتاعه النبالم، انابيب النبالم، ودي كانت لوحدها حكايه، ان انا ازاي اقفل انابيب النبالم دي ليله الهجوم. ده انا اقول لكم على ما هو يعني اشد واروع. معروف في كل جيوش العالم اي دوله قدامي لو عملت فتح استراتيجي لقواتها الجويه يبقى لا ما فيهاش هزار، دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش تدريب واقول ده خطه، ده انا بتدرب. لا، فتح استراتيجي يا هتضرب يا تضربني يا اضربك، ما فيش دقايق مش ساعات. لازم يبقى ايه؟ تصرف. عملنا فتح استراتيجي لقواتنا الجويه لم تكتشفه لا اسرائيل ولا امريكا ولا الجن الازرق. لا، احنا كنا مشوفي كل تخطيط عندنا كان في منتهى الدقه وفي منتهى الروعه. صحيح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وده الايه اللي احنا شغالين بيها تماما، واعدوا لهم ما استطعتم. يعني ايه ما استطعتم؟ انت اعمل كل اللي تقدر عليه، بس كل اللي تقدر عليه بنسبه 100% مش 99%. مفهوم. لو عملت ال 100% وهي ما تكملش 50% من المطلوب، ربنا يكملك الباقي. صحيح يا ست. ففي كل المجالات ربنا سبحانه وتعالى كملها لنا بالقدر اللي احنا
اشتراكنا. عظيم. محور مهم جدا من محاور هذه الخطة هو قصة الشفرة النوبية اللي استخدمها الجيش المصري في التواصل وإبلاغ التعليمات والأوامر للضباط والجنود في مواقع العمليات، وكان من المستحيل أنه العدو يتعرف على هذه الخطة. صحيح يا شاذلي، الشفرة النوبية بيعود الفضل في اكتشافها للمجند في سلاح حرس الحدود وقتها البطل أحمد إدريس من مواليد النوبة، اللي استقبله رئيس السادات لشرح فكرة استخدام اللغة كشفرة بين قادة الجيش المصري. ووقتها عرض على رئيس السادات الاستعانة بأفراد نوبيين من أبناء النوبة القديمة لنقل الإشارات دي بين القيادات باللغة النوبية. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل حديثنا مع حضرتك. خمسين عام على نصر أكتوبر المجيد، خمسين عام مروا على أعظم انتصار للجيش المصري، انتصار مليء بالحكايات والقصص والبطولات اللي سطرها الجيش المصري بحروف من ذهب. من أهم القصص المكتوبة في دفتر انتصارنا العظيم قصة الشفرة النوبية. في غمار الاستعدادات لحرب أكتوبر كان هناك تحدي كبير بيواجه الجيش المصري وهو الشفرة. ما هي لغة الشفرة الجديدة اللي هيستخدمها الجيش المصري في التواصل وإبلاغ التعليمات والأوامر للضباط والجنود في مواقع العمليات؟ ومن المستحيل أن يتعرف عليها العدو الإسرائيلي. كان الحل في الشفرة هي اللغة النوبية، لغة بيتكلم بيها أهل النوبة، وهي في الأصل مقسومة لنصفين. النصف الأول لهجة نوبة الكنوز اللي بيرجع أصلها للهجة الدنقلوية نسبة إلى دنقلة في السودان. النصف الثاني لهجة نوبة الفديكة اللي بيتحدث بيها سكان شمال السودان. الشفرة النوبية يعود الفضل في اكتشافها للمجند في سلاح حرس الحدود وقتها البطل أحمد إدريس من مواليد النوبة. ولد في قرية توماس في الأربعينيات وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1952. وفي 1954 تطوع البطل أحمد إدريس كمجند في قوات حرس الحدود عندما كان منتدب مع رئيس الأركان سمح حوار دار بينه وبين القائد عن مشكلة الشفرة، فابتسم وقال: الموضوع بسيط جداً، استخدموا اللغة النوبية هي الحل، لأنها بتتنطق ولا تكتب ومحدش هيعرف ولا هيقدر يفكها لأن مفيش فيها حروف أبجدية، وبيتحدث بيها أبناء النوبة في مصر فقط. وهنا تم إصدار أمر بإحضاره لمقابلة الرئيس أنور السادات لشرح فكرة استخدام اللغة كشفرة بين قادة الجيش المصري. ووقتها عرض على رئيس السادات الاستعانة بأفراد نوبيين من أبناء النوبة القديمة لنقل الإشارات بين القيادات باللغة النوبية. وبعد اللقاء بأيام معدودة تم جمع 344 جندي مصري على دراية تامة باللغة النوبية ضباط صف، وتم التخطيط بالفعل لاستخدامها، وتم تدريبهم على استخدام أجهزة اللاسلكي والمصطلحات اللي هيتم إطلاقها على المدرعات والدبابات وكل الأمور دي. على سبيل المثال، الدبابة بتسمى أولوم أي تمساح باللغة النوبية، والعربية المجنزرة تسمى أسلانغي، أما جملة أشرية ساع أوي بمعنى اضرب الساعة الثانية، وهي من الجمل المصيرية بالطبع. تعد من أهم الأسلحة الأساسية في الحرب والإعداد الجيد هي خطة الخداع الاستراتيجي والتشويش على عقل الخصم والتضليل، بحيث لا يدرك مغزى التحركات التابعة للقوات المسلحة. فساهمت الشفرة النوبية في تأمين الاتصالات العسكرية المصرية خلال حرب أكتوبر 73 وتحقيق الانتصار العظيم. الشفرة استمرت متداولة حتى عام 1994، وكانت تستخدم في البيانات السرية بين القيادات، وكان الرئيس أنور السادات طالب بعدم الإفصاح عن هذا السر العسكري. البطل النوبي أحمد إدريس احتفظ بسر الشفرة لمدة 40 سنة ولم يفصح عن إنه صاحب الفكرة إلا في 2013، وتم تكريم المساعد أحمد إدريس من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2017 أثناء الندوة التثقيفية 26 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 44 لانتصارات أكتوبر، وتم منحه النجمة العسكرية تقديراً لجهوده في خدمة الوطن.
زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير، الحقيقة أنه حرب أكتوبر المجيدة مليئة بالمواعظ والدروس. الحقيقة يعني احنا بنتكلم أنه فكرة خرجت من مجند قدرت توصل لرئيس الجمهورية وتم العمل بيها. سيادة اللواء هرجع لحضرتك مرة تانية، فكرة استخدام اللغة النوبية وهي لغة تنطق ولا تكتب، وأنه يتم الاستعانة كمان بأفراد وعساكر بيتحدثوا اللغة النوبية، وزي ما كنا بنتكلم خروجها من مجند توصل رئيس الجمهورية ويتم الاستعانة بيها، يعني إيه اللي حصل وقتها؟ ما هي ده سر العظمة بتاعتنا، إن إحنا بسطنا الأمور خالص، معقدناهاش، فككنا كل حاجة، فككنا ببساطة، واللي عنده فكرة نقولها. يعني انت احنا بن ايه، ما هو الاتصالات اللاسلكية لو التقطت بتتفسر، فاحنا كنا بنعمل ايه، بنعمل كود وشفرة في اي كلام بنبعته عشان العدو ما يكتشفوش. فدي يعني الله يرحمه ادريس، الفكرة هم اللي النوبيين لما بيتكلموا هم بس اللي بيفهموا بعض، حدش يفهم غيرهم. فبدل انا ما اقعد كل اشاره هقعد اسجلها، ان انا باجي ايه مثلا اكتب ايه احمد، اروح كاتبها احمد بحروف، والحروف دي احولها لارقام، وبعدين ارجع احول الارقام لحروف وابعتها، هي انت هتاخد دي تفك دي من الكارت الكارت كارت الشفره يعني. مفهوم. طب ايه رايك لو انت بتتكلم على طول وانت بتترجم ترجمه فوريه؟ فدي كانت فكره، قاعد واحد يستقبل، كانت فكره كانت رائعه. طب انا اقول لكم على حاجه بسيطه جدا، يعني مع تقديرنا لكل اللي عمله احمد ادريس، انا في الحرب عملت حاجة غير متوقعة وما كانتش ولأول مرة تدخل في التاريخ عندنا، إن الهواء اللاسلكي بتاعنا عشان أبعت إشارة بيه لازم أرفعه عن الأرض مترين ثلاثة، المهم لا يلامس الأرض. فأنا يوم 6 أكتوبر أنا في وسط الأرض العدو وهو شايفني، ولازم أبعت إشارات وأنا هناك في عمق العدو 150 كيلو من القناة. طب الإشارات دي هبعتها إزاي؟ لو الهواء رفعته اتكشفت اتمسكت، صحيح. فروحت حاطط الهواء على الارض، طبعا فرض الاشاره اللي معايا يقول لي بتاع اللاسلكي يعني ما ينفعش ما ينفعش، انا كل ده انا مختفي جوه موقع العدو. فانا راجع بقى بعد ما فردت الهواء على الارض، لقيت اي حد هيبص هيشوفه، اتكشفنا برضه مفيش فايده، رحت مغطي الهواء ده بالتراب وبالزلط والرمل، فقال لي مش هينفع. طب ان شاء الله، لان ايماني فعلا ما استطعت من ربنا يكملنا الباقي. ولاول مره بنحقق اتصال بنسبه 100% الهواء اللي تحت الارض ده، لا وبخلق بينا بنطبقها. ده اكتشاف بقى يعني، صحيح، مع تقديرنا للغه النوبيه طبعا من ضمن الحاجات اللي ساهمت طبعا. ده انا بعد كده بعدها سنه 80 وانا في دوره اركان حرب، فاحد الزملاء رحمه الله عليه، فانا بقول له بضحك معاه هو ظابط اشاره، فبقول له عم انتوا قولوا لنا اوعى الهواء يلمس الارض الخارجه يسرب تحت الارض، ايه رايك انا دفنته؟ فقال لي اتكلم بجد، قلت له قال لي انا كنت باخد دوره في انجلترا وكانوا بيقولوا لنا على الاندر جراوند قتلنا ده، ما كناش بنصدقينهم، وكنا بنقول ده لان احنا ما شفناهوش انما درسوه لنا نظري، قلت له انا بقى طبقته عملي. ففي حاجات علميا مش ماشيه، بس ما كانش حد يعرفها زي بالظبط دي. ففي افكار كتير احنا نفذناها هتلاقيها يعني بالبساطه دي، صحيح. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوفق واقف معانا. طيب انا بقى من الحاجات اللي انا متعجب ليها جدا فكره خداع الاقمار الصناعي، هم كانوا بيراقبوا كل حاجه عندنا بالاقمار الصناعيه، احنا ازاي قدرنا نخدع الاقمار الصناعيه على الرغم ان هي بتصور كل المعدات وكل التحركات بالتصوير الحراري؟ ما هو احنا قلنا من النهايه زي ما قالت جمانه، ان شايفك بس مش مصدق، انت رايح كل اللي انت بتعمله ده السادات كيسنجر ايه يعني جولدا مائير لما اجتمعت في بتاع مجموعه الكابينت او المطبخ بتاعهم ده، تقول لا 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 كيسنجر قال لي مش هيحارب، يقولوا لها ده القرائن والمعلومات كل دي شواهد على انه هي، تقول لهم لا ده هي اللي بتقول، وديان نفسه كان بيقول. فهو اقتنع ان لا ده مش حرب ده تدريب. اقول لك على حاجه من غير محلف، الطياره اللي انا داخل بيها يوم 6 اكتوبر طياره هليكوبتر، في الكابتن وفي الكوبايلوت او اللي هو المساعد بتاعه ده بيميل عليا، واحنا طايرين فوق الخليج ومعديين والطيارات بتضرب فينا الاسرائيليه، بيقول لي المشروع ده يخلص امتى؟ اقسم بالله العظيم ده حصل. شوف يوم 6 احنا مداخلين، شوف الناس كل احنا عندنا نفس الناس مش مصدقه. تخيل بقى ان الطيار المساعد بيجي كده في ودني وبيقول لي هو المشروع ده هيخلص امتى؟
يعني مشروع. احنا اتقننا عمليه الخداع في الداخل والخارج. ان الناس كلها ما كانتش مصدقه. يعني المشير الجمصي في لا ده مش المشير الجمصي ده الله يرحمه الرئيس حسني مبارك وهو قائد القوات الجويه، المساعد بتاعه عايز يطلع يعمل عمره فعمال كل شويه يجي له يقول له مش عارف ايه، ما قالوش لحد ما الحرب قامت، قال له ان شاء الله انه بنطلع نعملها سوا. فادي في ناس انت لحد رقم اتنين انت مش قايل له، في واحد عارف وفي واحد مش عارف، واخد بال حضرتك؟ ده فيما هو يعني كان ممكن بقى خلاص الحرب دي اتكشفت فعلا. وده الكلام اللي قايله المشير الجمص في كتابه حتى. اللي كان في اتفاق بين الرئيس السادات والرئيس حافظ الاسد، لان روسيا ما نقدرش نخبي عليها والا ده هي اللي هتمدنا ولازم الامداد اثناء الحرب، ده ان الاسد يقول يجيب السفير الروسي يوم 4 اكتوبر ويقول له احنا هنحارب يوم 6، واحنا نجيب السفير يوم 5 ونقول احنا هنحارب بكره. سوريا اول ما قالوا للسفير الروسي احنا هنحارب يوم 6 راحوا باعتين الطيارات العملاقه بتاعتهم تلم الروس من مصر ومن سوريا. كل الكلام ده كانوا يعني ايه ده كان كافي جدا يكشفنا عايز شهادة اكتر من كده ايه، انما الحته اللي ايه يشوفه مش مصدق او يقتنع ان هو اللي شايفه هو الحقيقه، احنا بنوريله اللي احنا عايزينه. ما هو لا يقول لك ده هم المصريين يعني ايه ده بيزودوها شويه يعني ان احنا هنحارب، لكن مش لا 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 انا يعني هو كده جولدا مير تقول لا 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 ده كسينجر قال لي، وديان بيتكلم لا انا عارف المصريين، كل واحد بيتكلم بقى بلسانه هو. فده كانت قمة كمان يا البراعة انك تقنعهم بعكس ما تريده. هو في اكتر يا فندم من انا وانا بتدرب على موضوع تدمير خط بارليف في جبل في حلوان، فنلاقي ان طبيعه التربه غير ملائمه، فاروح هناك في جزيره البلاح قدامه الناحيه الثانيه وانا بتدرب وهو شايفني. ما هي ما بقول لك انت خليته يشوف كل حاجه. ده مش ده هقول لك على حاجه، احنا رحنا جايين حاطين مواقع هيكليه بتاعه صواريخ قريبه من القناه، هم شايفينها كويس قوي وهم سعداء جدا، يقول لك شوف المصريين مكشوفين بيكشفونا قواعد الصواريخ الهيكليه دي كان فيها معدات العبور، انت حاططها انها باين انها قاعده هيكليه، فهو بيشوفها ان بيضحكوا علينا ان احنا نشوف المصريين لعب، قال يعني مش هنكشف ما باين انها هيكليه واحنا حاطين جواها معدات العبور، ما طلعتش الا ساعه العبور هوب طلعت من القاعده نزلت على القناه. فلا كل خطه وايه وبقول ايه كل خطوه من دي العقل البشري فيها اشتغل لابعد مدى بذكاء وبحريه. انت اطلقت مبدا من مبادئ الحرب اسمه المرونه. المرونه مش ارض، المرونه فكر. صحيح، واخد بال حضرتك؟ فاحنا مبدا المرونه ده نفذناه ببراعه. عشان كده يا فندم حتى الان يعني وما النصر الا حرب اكتوبر طبعا ونعم بالله، وحرب اكتوبر حتى الان بكل عناصر نجحنا فيها بتدرس حتى الان في كل الكليات العسكريه في العالم. انا بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق بالقوات المسلحه واستاذ العلوم الاستراتيجيه باكاديميه ناصر العسكريه العليا.